نوايا داعش لا زالت موجودة لاستهداف كل الناس، كل العراقيين من مختلف الأطياف. وتعرفون هذه المناسبة بهذا الحجم وبهذا الأعداد المليونية بالتأكيد هو حافز داعش حتى في العمليات. حاول داعش ولكن كنا بالمرصاد له. كان عندنا عمل استخباري متميز في بغداد، ألقينا القبض على أعداد كبيرة من الدواعش بالعشرات، آخرها البارحة كان واحد من الدواعش من منطقة الزنجيري من الموصل حاول يجي إلى بغداد عبر ديالة. استخباراتنا قوية حقيقة في بغداد، وأنا دائما أقول بغداد محرقة للدواعش. ابدا ما ممكن داعش يدخل بغداد اذا والقوات الامنيه والاستخباريه تلقي القبض عليه، فالقينا القبض عليه حقيقه في سيطره الشعب القديمه. ويوم امس ايضا اقتلنا 2 انتحاريين كانوا ينمون تبجر نفسهم على زوار الامام موسى بن جعفر، وهذول الانتحاريين طبعا اسمائهم موجوده عندي. واحد منهم هو ابو عبد الرحمن، هذا كان يريد جنه انتحاريه قبل ايام حتى تنفذ عملية إرهابية على مقاتلينا وعلى زوار الإمام موسى الكاظم، ولكن خابت مساعي وباللحظات الأخيرة أو باليوم الأخير امتنعت الانتحارية وتفجر نفسها. وكانت هنا دور الاستخبارات حقيقة، استخبارات قيادة عملية بغداد كانت سباقة وحوطنا الموضوع واعتقلنا المرأة هي وأخوها وأدلت بمعلومات كبيرة عن هذا الانتحاري. نصبنا له كمين والبارحة تم قتله، واحد انفجر وأصاب والثاني لا قتلناه، والحزام الناسف قدرنا أنه نفككه بسلام والحمد لله ما عدنا أي إصابة. قبلها أيضا كان عندنا عمل في شمال بغداد قتلنا بضربة جوية، قتلنا انتحاريين 2 والثالث هو أبو إسحاق طلع مجروح واحنا متابعين حقيقه ومستمرين بالمتابعه ملاحقته حتى نقتله او نلقي القبض عليه ونقدمه الى القانون.